هو احنا قلنا في حلقات سابقة الأب والأم يسألون عن أسماء أبنائهم. طبعا بالمناسبة أنا بحكم اختلاطي ماكو بنت راضية عن اسمها أبد، شقد ما كان الاسم جميل، شقد ما كان الاسم لطيف، شقد ما يعني كاد أن يكون فشيء نادر جدا بنت راضية عن اسمها. قلة من البنات راضية ما راضية عن اسمها. طبعا بعض الأحيان مع الأسف يسمون بأسماء ما إلها معنى وهذا محذور شرعي، أو بأسماء تشبه بغير المسلمين. طبعا هذا محذور شرعي الموضوع به. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه كل إنسان له نصيب من اسمه أو حظ من اسمه. عندما البنت اسمها جميلة، ولو ما يرضون يعني واحدة اسمها لها حظ من اسمها جميلة تكون. النبي عليه الصلاة والسلام سأل امرأة قال ما هو اسمك؟ قالت أنا عاصية. فقال لا أنت لست عاصية، أنت مطيعة. سماها مطيعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان يستحسن اختيار الاسم لأنه كل مولود له حظ من اسمه. فلذلك لابد أن يكون له معنى الاسم، له معنى. تنوي تسمي ابنك محمد على اسم النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله تصيبه البركة. تسميه اسم يعني على أسمانه له رفعة وله حسن وله شيء من اسمه. البنات كذلك. فإحنا نتمنى من بناتنا أنه اللي وعت على اسمها خلاص الاسم هو كتب لك يعني في الدنيا والآخرة، لازم ترضي. أي وبالنسبة للأمهات أنه يراعون هذه النقطة الخطيرة جدا اللي هي الشرعية، أنه يسمون بأسماء مفهومة. نعم بس إحنا ما نريد إلا أسماء صحابيات، خاف البعض ما يرضان. فأسماء صحابيات أولى، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة فاطمة، السيدة خديجة، وهكذا الأسماء الجميلة، وأسماء اسم أسماء يعني بنت عميس وغيرها، وكذلك الأسماء التي لها معنى. يعني لا يشترط إلا صحابيات أسماء لها معنى.